مرحبا بكم الجديد من دروس اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية، واليوم عندنا نموذج من نماذج الأسئلة الشفهي للصف الأول ابتدائي. اليوم راح نطلع على الطريقة اللي تجي بها الأسئلة للتلاميذ الصف الأول ابتدائي وشون لازم تكون إجاباتهم. راح ناخذ مجموعة من الأمثلة اللي تتعلق بهذه الأسئلة ونشوف حلولها. طبعا قبل أن نبدأ جلسنا هذا اليوم، إذا كنتوا جديدين من القناة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الإشعارات واضغط زر لايك دعم الفيديو ودعم القناة. أيضا يمكنكم الاشتراك في قناة تليجرام بالمعرف الظاهر أمامكم بالفيديو. راح تلقون النموذج إن شاء الله منشور على قناة التليجرام. طبعا نبلش بالأسئلة. طبعا هاي الأسئلة كلها موجودة من الكتاب، ملخص الكتاب لمادة نصف السنة. طبعا أسئلة بسيطة جدا، ونشوف طريقة السؤال المعلم لكل تلميذ. طبعا راح تكون أكو أيضا ممكن وسائل المعلم يستعين بها حتى يوضح السؤال للتلميذ، لكن مبدئيا راح نأخذ إحنا فقط الأسئلة. مثلا سؤال للتلميذ يقول له What's your name? What's your name? What's your name? شنو اسمك؟ يذكر التلميذ اسمه بهاي الطريقة. مثلا My name is Ali. إذا كان اسم علي، My name is Omar. شنو اسم التلميذ؟ يذكر اسمه، My name is، ويذكر التلميذ اسمه. يسأل المعلم أيضا ممكن How are you? How are you? طريقة الإجابة معتادة I'm fine. I'm fine. أو ممكن I'm fine. Thank you. أنا زين، شكرا لك. How are you? كيف حالك يعني؟ I'm fine. Thank you. ممكن يسأله عن لون من الألوان، يشير على لون معين. هنا التلميذ لازم يكون حافظ ومراجع الألوان الأرقام حتى يقدر يميز. مثلا يشير على اللون الأحمر يقول له What color is this? What color is this? يعني يا لون هذا. شوف المعلم شنو خال لون قدامه، إذا أزرق blue، أحمر red، أصفر yellow، وهكذا إلى باقي الألوان. فالتلميذ لازم يكون حافظ الألوان. ممكن أيضا يأشر للمعلم على صورة طير أو على صورة حيوان ويقول له مثلا Is this a bird؟ هل هذا bird طائر؟ إذا فعلا هو طائر يقول له Yes، إذا لا يقول له No. تمام، مثل ما ذكرنا لازم يكون أكو وسائل، وبنفس الوقت لازم التلميذ يكون حافظ الحيوانات. أيضا يأشر على اللون What color is this؟ طبعا هاي مجموعة أسئلة ممكن معلم يسأل تلميذ سؤالين ثلاثة، ويعتمد على التقييم الشهري والأسبوعي واليومي للتلميذ. ممكن يشير له على ليمونة أو يشير له على شغلة مثل تفاحة يقول له Is this a lemon? Is this a lemon? هل هذه ليمونة؟ No. No. يطلب المعلم ممكن من التلميذ يقول له Write the letter. Write the letter B. ب. ممكن التلميذ يكتب حرف الب على السبورة. هلو، هاي. جاوب التلميذ هلو، هاي طبعا تحية. يقول له جود باي، جود باي. يشير له على أحد الحيوانات، ممكن يقول له What is this? What is this? شنو هاي؟ ممكن تكون بزونة، كات، ممكن يكون كلب، دوغ، ممكن يكون نمر، تايجر، إلى آخره من الحيوانات. What's the color of this balloon? What's the color of this balloon? يشير على بالونه يقول له What color is it? يعني يا لون هذه البالونة. What color is this balloon? ممكن تكون green خضرة، ممكن تكون حمراء red، إلى آخره. أيضا التحيات Good morning، Good afternoon، How are you today? I'm fine، Goodbye، Goodbye، Hello، Hello. هاي التحيات كلها أيضا تراجعوها للتلميذ. ممكن يطلب منه يقول لك count from 1 to 10، احسب لي من 1 إلى 10. count from 1 to 10، احسب لي من 1 إلى 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 إلى آخره. يشير له ممكن على الكتاب يقول له what is this؟ شنو هذا؟ it is a book. ممكن يقول له give me a word in the letter or in letter F أو ف. give me a word in letter F. fish.
flower. إلى آخره. Give me a word in letter A. Give me a word in a letter A. اعطيني كلمة بالحرف A. ممكن تكون elephant, egg إلى آخره. Give me a word in letter A. ممكن تكون ice cream أو I. Ice cream. تمام؟ لأن إلى صوتين I وال A. Ice cream. تمام؟ أسئلة أخرى. How many legs do you have? إيش قد عدد السيقان اللي عندك؟ I have two legs. I have two legs. عندي ساقين. Do you like milk? Do you like milk? تحب الحليب؟ Yes, I do. أو no, I don't. إذا تحب تقول نعم. Yes, I do. إذا ما يحب no, I don't. How many ears do you have? How many ears do you have? عدد الإذانات اللي عندك. Two. ممكن يكتب التلميذ يقول two. أو ممكن يقول I have two ears. سؤال آخر. What's the color of this flower? قدامه مثلا وردة. يقول What color is this flower? شنو لون هاي الوردة؟ Red. Pink. مثل ما ذكرنا. ندقق على الألوان، الأرقام، الحروف، الكلمات. كلها مراجعة. أيضا طريقة التحية. Hello. Good morning. How are you? والإجابات الخاصة بها. What's that? شنو هذه؟ ممكن يكون ruler. See the picture. What is that? شوف الصورة. يقول له what is that؟ شنو هاي؟ ممكن يكون girl بالصورة، فتاة. ممكن يكون boy إلى آخره. What's the color of this house? إيش اللي على منزل؟ يقول له what color is this house؟ يا لون هذا البيت؟ blue ممكن يكون. What's that? إيش اللي على شيء آخر؟ طبعاً أغلبه يعتمد على الإشارة. وشون التلميذ يميز هذا الشيء أو كلمة هذا الشيء اللي دي يشير عليه المعلم. What's your name? What color is a carrot? شنو لون الجزر؟ Carrot. It is orange or it is yellow. حسب. What color is a tomato? What color is a tomato? شنو لون طماطم؟ It is red. Do you like fish? Yes, I do. No, I don't. تمام. Give me a word in letter A. اعطيني كلمة بالحرف A. Apple. Apple. Ant. تمام. كلمتين. أفعال. Sit down. Stand up. إلى آخره. How many toys do you have? إيش قد عدد الألعاب اللي عندك مثلا؟ I have 10 toys. I have one. Do you like bread? تحب الخبز؟ Yes, I do. نعم أحبه. How many pencils are there? كم عدد الأقلام اللي عندك؟ There are 3 pencils. أكو 3 أقلام. Give me a word in letter B. Ball, bass, bird. إذن هذه أسئلة. طبعاً النماذج مذكور أكثر. مذكور أكثر من سؤال، مجموعة أسئلة. طبعاً إحنا ردنا نوضح الطريقة اللي ممكن تجيبيها الأسئلة للتلاميذ حتى يستفيدون الأهالي وأيضاً المعلمين من طريقة إعداد الأسئلة وطريقة تدريب التلاميذ على هاي الأسئلة وأيضاً طريقة الإجابة. يعني حتى ما أطيل الفيديو عليكم، وحترك هذا النموذج على التليجرام، وهذا شرح بسيط حول الأسئلة اللي ممكن تجي للتلاميذ بالامتحان نصف السنة، الامتحان الشفهي لتلاميذ الصف الأول ابتدائي. هذا كل ما عدنا بدرسنا لهذا اليوم، أتمنى تكونوا استفاديتوا. بنهاية الدرس أكيد لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل الأصعار، ضغط زر اللايك دعم الفيديو ودعم القناة، أيضا يكونكم اشتراك في قناة التليجرام بالرابط المعرف والرابط والمعرف اللي موجود بالوصف الخاص بهذا الفيديو أو بالمعرف الظاهر أمامكم. نلتقيكم في درس آخر.